إلى أخبارنا المتنوعة. وجهت الطفلة السورية بانا البالغة من العمر 7 سنوات رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعت خلالها إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من الحرب في سوريا. وقالت بانا التي تم ترحيلها إلى تركيا في رسالتها: الآن أنا في تركيا، أستطيع الخروج ويمكنني أن أذهب إلى المدرسة، ولكن الملايين من الأطفال السوريين لا يستطيعون إلى الآن الذهاب إلى المدرسة. يجب أن تفعل شيئا لأطفال سوريا لأنهم يستحقون أن يعيشوا في سلام مثلك ومثل أطفالك. في ظل عودة الصدام بين فصيل فتح الشام وباقي فصائل الثوار في كل من إدلب وحلب، أعاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم لأحد السوريين وهو يعلن عن تشكيل كتيبة خاصة به وحده لحماية نفسه وعائلته فقط، في إشارة إلى تهكم الناشطين من حالة التشرذم والخلافات بين الفصائل وعدم قدرتها على إيقاف المواجهة بين بعضها البعض. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الحر الثورجي الأبي البطل، أعلن عن تشكيل كتيبتي أنا الخاصة بي، والتي مهامها الدفاع عني وعن أبنائي، وأعهد نفسي على المضي قدما حتى نيل حريتي وكرامتي وعزتي. عشت أنا حرا أبيا بطلا والنصر لي. الله محييني أنا، الله محييني. تخليدا لذكرى وفاة أحد أبطال الدفاع المدني في الغوطة الشرقية، قامت الهيئة السورية للإعلام بالتذكير بقصة أحد أبطال شهداء مدينة دوما الذي قتل أثناء انتشاله لأحد العالقين تحت الأنقاض. أماكن الغوطة الشرقية يوجد شيء اسمه الدفاع المدني. غارق الطيارة مرة ثانية واستشهد الله يرحمه أبو النور، صوب كل الفريق. شاب خلق يعني كثير، ما له صوت، ما له يعني بيحب المزاح. نظم معرض في العاصمة الأردنية عمان للوحات الفنية رسمها فنانون من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في مخيم الزعتر بالأردن، وحمل المعرض عنوان طوابع الأمل، وعرضت به أكثر من 100 لوحة، وعمل على رسمها فنانون على قماش الخيام التي كانت منصوبة في المخيم قبل أن تحل مكانها بيوت مؤقتة. أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا مبادرة لإعادة أعمار سوريا تحت اسم رسومات لأجل سوريا. وتهدف هذه المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع جامعة لواف دي فينيسيا الإيطالية إلى تشجيع المهندسين المعماريين وخريجي الفنون الجميلة والفنانين لتقديم أفكار مبتكرة وصور ورسومات من أجل إعادة ترميم وأعمار مباني سوريا بعد الحرب. هذا وأشار مسؤول في المنظمة بأن فكرة المبادرة انطلقت في جامعة فينيسيا في إيطاليا. ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، إلى اللقاء.